لكن سماحة الشيخ، الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم أخرج المشركين من جزيرة العرب، نعم، وقوله عليه الصلاة والسلام لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، نعم، وقوله لأخرجن اليهود من جزيرة العرب. الآن ربما يسأل بعض الناس ما هي جزيرة العرب، ما هي حدودها؟ بالنسبة للجزيرة اشتهرت في العصور المتأخرة كمصطلح جغرافي للأرض التي يحدها الماء من كل وجه، نعم، وليس هذا مقصودا، لأن العرب ليس لهم جزيرة بهذا المعنى، لكن المقصود مكان وجود العرب وسكناهم. نعم. والعرب في العهد النبوي جمهورهم يسكن في شبه الجزيرة العربية، وبعضهم يسكن في الشام والعراق، فالذين كانوا يسكنون في العراق كانوا بالحيرة، وكانوا أتباعا للدولة الفارسية. نعم. والذين هم سكان الشام الأصليون، وهم 5 قبائل تقريبا عربية، 4 وواحدة مؤلفة، الغساسنة وهم أهل دمشق وما حولها، وأهل لبنان أيضا والصيدا وما حولها، واللخم وهم أهل فلسطين، وجذام وعاملة وهم أهل الأردن وما حولها، وقبيلة الأوزاع وهي مجتمعة من قبائل شتى من العرب، أوزاع. فهذه هي قبائل العرب التي كانت تسكن الشام قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا ملوك الشام، الغساسنة كانوا يملكون الشام، كما أن المناذرة كانوا ملوك الحيرة، وهم أيضا من لخم، يرجعون نسبهم إلى لخم. نعم. فلا يدخل الشام والعراق على الراجح في جزيرة العرب، نعم، ولكن تدخل شبه الجزيرة العربية بما فيها تهامة والحجاز ونجد وشواطئها وعمان واليمن، هذه كلها هي جزيرة العرب. يعني الآن ما يسمى من البحر الأحمر، نعم، إلى الخليج عرضا، ومن خليج عدن إلى مشارف الشام والعراق، أو إلى السماوة كما يعدها العلماء أنها هي الفاصل بين الجزيرة العربية وما سواها. نعم. والسماوة هي أرض بني كلب، وهي صحراء العراق، وكما ذكرها أبو الطيب بنسبتها إلى كلب، قال غبرت سماوة كلب في أنوف الحزائق. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى اختصاص الجزيرة العربية بالحجاز ونجد، وقد قالوا اليمامة ومكة والمدينة وما بينهن، ولكن الراجح هو ما قلناه أنه يشمل كل ذلك، يشمل الأرض التي كان يسكنها العرب، كانوا يسكنها العرب، وهي، نعم، أرضهم الأصلية، وهي شبه الجزيرة العربية اليوم. يدخل في ذلك الآن دول الخليج هذه تدخل كلها، تدخل في السعودية واليمن ودول الخليج كلها. أيوة، نعم، دول الخليج 6. نعم، نعم.